خدمة تمليك المساكن الحكومية. أقامت وزارة الأشغال العامة مساكن حكومية من أجل توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن للأسر ولضمان تنمية حضرية مستقرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. هل تتساءل عن كيفية تمليك المساكن الحكومية؟ هل ترغب في إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للحصول على بدل فاقد لمحضر استلام مسكن حكومي أو بدل فاقد لقرار تمليك مسكن حكومي؟ هل أنت من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الأمر في غاية السهولة. يمكن تقديم الطلبات من خلال وزارة الأشغال العامة. يمكنك بسهولة تقديم طلبك على الموقع الخاص بالوزارة. لطلب تمليك مسكن حكومي قم أولاً بزيارة موقع الوزارة mopw.gov.ae ثم بالتسجيل وذلك بملء جميع البيانات المطلوبة والتأكد من إرفاق كل المستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة الهوية، صورة جواز السفر، صورة خلاصة القيد، ومن ثم إرسال الطلب. بعد ذلك سيصلك بريد إلكتروني للتأكيد على استلام الطلب. سوف تستلم طلبك بالبريد الإلكتروني وهذا كل ما تحتاج إليه، مع تمنياتنا لك بالتوفيق. إذا كنت بحاجة لأي معلومات إضافية يمكنك الاتصال بمركز المعلومات على الرقم 800-6679. الأمر في غاية البساطة، معا لبناء مستقبل مستدام. وزارة الأشغال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.